بعد لو عندي سؤال هيك بأول حلقة قلت عندها بنتين قلت عندي سكاي وأفيال فيك تخبرينا أكثر؟ بأول زواجنا صار في pregnancy بس على 6 months صار في صار معي preeclampsia وكان لازم يكون في delivery للبيبي لأنه كان لازم تولد البيبي على 6 شهور لأن كان شهور في حالة خطيرة لإلك بداية الست شهور يعني إذا بدك كنت بعدني بالخمسة صارت حالة مبكرة كتير وكنت أنا بحالة كتير خطرة كان لازم يكون في delivery وإلا كنت مش حكون موجودة هلأ فكرمال هيك نحن بنعتبر أنه بنوت موجودة بس هي مع يسوع يعني أكيد. وبشكر الرب لأنه أنا بعدني موجودة هون كمان هيك شو اللي ساعدكم تتخطوا هالفترة؟ في كتير أميات بيوقعوا بهيدا الشيء عن جد صعب يمكن بيضلهم وقت كتير مش قادرين حتى يفكروا بطفل جديد أو بهيدا الموضوع كله شو هيك في شيء اختبرتوه مع الرب؟ خلينا نقول لأنه دايما في عندكم قوة هو يسوع بس لو عنا القوة هل مرقتي بالأول أكيد بخوف بزعل ب كان في زعل كان في كتير أسئلة جواتي بس أنا من النوع الكتير حقيقية مع الرب يعني ومثل الطفل ما بس لأنه يعني لما تعرف عن جد تختبر الرب وتعرف حقيقة الرب مين هو ما كان ولا مرة عندي شك بأمانته بصلاحه بمحبته لأنك تعرف إنه هيدا الشيء كان شرير مش من الرب بس كان عندي هيدا السؤال إنه ليش يعني أكيد كان شيء يعني بداية حز بالقلب تخطيت الزعل والخوف أكيد بأي طريقة الرب رجع عوضنا بأفيال حتى بالبريجنسي تبعي بأفيال كانت يعني حتى الحكيمة اللي كانت عم تعالجنا هي اختصاصها هيدي الأشياء قالت لي بعد مش شايفة حدا مثلك يلي قطع بهيدي الحالة بكون عنده خوف بكون عندهم خوف ومشاكل ما بيقبلوا يرجعوا يولدوا طبيعي كتير يعني بدلوا عايشين كل وقت بحالة خوف أنا كنت كتير يعني الرب هيك عن جد لو ما الرب كان بحياتي ما بعرف وين كنت كان شيء كثير صعب إذا حدا بده يفهم كيف بنحكي مع الرب لأن إحنا مرات بنقول رب وريحنا في ناس ما عم تعرف شو عم نقول كيف الإنسان بهيك سيتويشن بيحكي الرب بيقول له أنا زعلان بيصرخ له بيبكي أكيد بيقول له ليش وقلتي له شفيني لأنه أكيد بمحل كنت زعلانة أو خايفة لتاني مرة يمكن بيمر أنا بعرف كثير أشخاص ريكاردو إنه بروحوا كمان عند أخصائيين علم النفس وهيك حتى يطلعوا من هيدي المشكلة مش غلط أكيد مش غلط بس ما بيطلعوا مرات على بس الحل الحقيقي والوحيد يلي بيعطينا هيدي الراحة والسلام ويشفينا جواتنا هو يسوع المسيح وروح القدس يلي بيشفينا عايزك أنت كنا عم نحكي تحت الهواء إنه أنا مرات ناس كتير منيح بيصير معهم شيء مثل لابيرلا أنا بتشارع معهم مثل ولاد صغار بقول له طب هول رائعين هول مش هالقد منيح بس ليه بفهم بعدين بس انت مرق على القليله انه يا رب اوكي بحبك بس ليه مرقت براسك السؤال طبعا يعني قطعت واحده من يعني من المواقف بس نقول ابونا او خادم او راعي كانه هول الناس شو ما صار معهم يلا مشيوا ما فرقانه معهم خلص الرب منيحي بالسما لا اوقات الناس بتنسى انه نحن بشر عادي وبنعاني وبنتعب وبهيدي الاكسبيرينس اللي قطعنا فيها مع سكاي كنا بنصلي انا حقيقي ما بنسى يمكن حدا بيحضرنا وقاطع بهيدا الشيء بتذكر بيرلا كان بالمستشفى اول شيء بيرلا كان حالتها خطره جدا وفينا نقول انه الرب انقذ بيرلا من الموت حقيقي واو. كان وضع كتير خطر فبنشكر الرب على هيدا الشيء حتى بعد الولاده ضليتني على 2 ويكس يعني الفحوصات اذا تقرير الطبي انه انا لازم اكون كوما بهيدا الوقت الرب بغيبوبة إجا وعن جد فات بالمشهد وغير كل المشهد وأنا حسيت في هيدي الليلة كانت بالمستشفى وأخذت سكاي ورحنا بنتكم يعني تندفنها وبتذكر وكنت عم ببكي وتذكرت شو معنى إنه الله يعطينا ابنه الوحيد واو كنت عم ببكي على بشكرك لانه المشهد تغير كنت عم بقول له هلا انا حاسس وانا عم بدفن بنتي قد ايه انت كنت حاسس لما يسوع كان على الصليب عم بيموت كرمالنا يعني في ما يموت ايه بس هو جاي كرمالنا وهيدا كانت خبره كثير عظيمه
بشكر الرب مثل ما قالت بيرلا رجع عوضنا عفيال وتخطينا هذا المحضر لما انت كنت تقول كنا نقعد ونصلي يا رب تعال انت اشفى هذا الجرح شيل كل خوف مثل ببساطه يسوع قال تعالوا الي جميع المتعبين قلنا له احنا تعبانين ومجروحين تعال انت شفينا لانه خساره بيبي خساره كثير كبير كثير كثير بس نشكر الرب لانه اجى هيك حملنا وخلانا نعبر هيدي المرحله وتعلمنا كثير اشياء